مشاهدينا الكرام اعزائي الطلاب اهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس الرياضيات على قناه الانروا الفضائيه درس اليوم هو استخدام المعادلات وحلها اعزائي الطلاب درسنا اليوم هو استخدام المعادلات وحلها سنتعرف في درسنا لليوم الى مفهوم المعادله وايضا سنقوم بتحديد اذا كانت المعادله صحيحه ام خاطئه وايضا سنتعرف كيفيه حل المعادلة. بداية قبل ان نتعرف الى مفهوم المعادلة دعونا نبدأ بهذا التمهيد. عبّر عما يلي بتعبيرات جبرية. عدد الطلاب مضافا اليه 15 طالبا. تذكر معي عزيزي الطالب ان التعبير الجبري نعم يحتوي على المتغير الثابت وايضا على اشارة احدى العمليات. الآن عدد الطلاب مضافا اليه 15 طالبا، عدد الطلاب سنرمز له بالرمز اكس، نفرض ان عدد الطلاب اكس مضافا اليه 15، اذا التعبير الجبري هو اكس زائد 15. ايضا عدد الالعاب مضروبا في سته، عدد الالعاب.. أيضًا سنفرضه x، مضروبًا في ستة، أي 6 ضرب x، ويساوي 6x، والآن سنتعرف على المعادلة من خلال هذا النشاط. صندوق يحتوي على عدد من الكرات، إذًا هذا الصندوق يحتوي على عدد من الكرات، سنفرضه x، المطلوب عبر بتعبيرات جبرية عما يقوم به محمود وأشرف وحسام لنرى أضاف محمود خمس كرات إلى الصندوق فأصبح عدد الكرات عشرين كرة مرة أخرى أضاف محمود خمس كرات إلى الصندوق ليصبح عدد الكرات في هذا الصندوق عشرين كرة الآن عدد الكرات في الصندوق هو إكس، سيضيف عليها محمود خمس كرات، إذا أضاف محمود خمس كرات، إذا سنعبر عنها زائد خمسة، فأصبح عدد الكرات عشرين كرة، إذا أصبح عدد الكرات عشرين كرة أي الناتج يساوي عشرين، إذا التعبير الجبري هنا إكس زائد خمسة يساوي عشرين. لاحظوا معي أعزائي الطلاب، هنا هذا التعبير الجبري له ناتج معلوم وهو 20، إذا الناتج النهائي للتعبير الجبري هنا معلوم. الآن ما قام به أشرف. أخرج أشرف 12 كرة من الصندوق، فأصبح عدد الكرات ثلاث كرات. إذا أخرج أشرف 12 كرة من الصندوق. ليصبح عدد الكرات ثلاث كرات لنعبر معا قلنا عدد الكرات في الصندوق X الآن أخرج أشرف 12 كرة أي نعبر عنها بعملية الطرح إذا ناقص 12 فأصبح عدد الكرات ثلاثة إذا يساوي ثلاثة إذا هذا التعبير الجبري x ناقص 12 يساوي 3 هذا ما يعبر عن ما قام به أشرف وهو إخراج 12 كرة من الصندوق ليصبح عدد الكرات 3 لاحظوا أيضا هنا أعزائي الطلاب أن الناتج النهائي لهذا التعبير الجبري أيضا معلوم ننتقل إلى ما قام به حسام وهو ضرب حسام عدد الكرات الصندوق في ثلاثة فكان الناتج 45 مرة أخرى ضرب حسام عدد كرات الصندوق في العدد 3 فكان الناتج 45 هيا بنا نعبر عن ذلك، قلنا الكرات هي إكس ضرب حسام عدد الكرات في 3 إذا 3 ضرب إكس أي 3 إكس كان الناتج 45 إذا يساوي 45، أيضا هذا التعبير الجبري يعبر عما قام به حسام وهو ضرب عدد كرات الصندوق في ثلاثة ليصبح الناتج 45. أيضا لاحظوا هنا أن الناتج النهائي للتعبير الجبري أيضا معلوم. الآن انظروا معي هذه التعبيرات الجبرية تعبر عما قام به محمود. وأشرف وحسام. هذه التعبيرات الجبرية كلها معلومة الناتج. إذا هذه العبارات تسمى كل منها المعادلة. إذا نسمي كل من هذه العبارات الجبرية بالمعادلة. إذا ما هي المعادلة؟ المعادلة هي تساوي بين كميتين أو بين طرفين أو بين تعبيرين. إذًا أعزائي الطلاب مرة أخرى، المعادلة هي جملة رياضية تستخدم علامة التساوي؛ لتوضح أن تعبيرين متساويان، أو كما قلنا أنها تعبر عن تساوي طرفين أو كميتين، الآن عزيزي الطالب اكتب المعادلة التي تمثل الجمل التالية: عددا مضافا اليه ثلاثه كان الناتج سبعه العدد متغير نفرضه اكس اذا بدايه نفرض ان العدد هو اكس مضافا اليه ثلاثه هذا العدد مضافا اليه ثلاثه اي زائد ثلاثه كان الناتج سبعه اذا اكس زائد ثلاثه يساوي سبعه إذا إكس زائد ثلاثة يساوي سبعة، هذا يعبر عن الجملة عددا مضافا إليه ثلاثة ليكون الناتج سبعة. عبارة أخرى: عددا مضروبا في خمسة يكون الناتج ستين. عددا مضروبا في خمسة ليكون الناتج ستين. إذا بداية سنفرض أن العدد هو واي. اي متغير وليكن واي هذا العدد واي مضروبا في خمسه اي خمسه ضرب واي وتساوي خمسه واي يكون الناتج ستين اذن خمسه واي تساوي ستين ايضا هذه هي معادله تمثل العباره عددا مضروبا في خمسه ليكون الناتج ستين بهذا اعزائي الطلاب نكون قد وصلنا الى نهايه الجزء الاول من درس اليوم والذي تعرفنا فيه على مفهوم المعادله الان سنحدد ما هي المعادله الصحيحه وما هي المعادله الخاطئه ولكن بعد الفاصل أهلاً بكم أعزائي الطلاب من جديد لنحدد أي المعادلات صحيحة وأيها خاطئة. وذلك سنراه من خلال هذه الأمثلة. لاحظ معي 3 زائد 5 يساوي 8. لاحظ أن ناتج العبارة العددية 3 زائد 5 تذكر أن هذه هي عبارة عددية. ناتج هذه العبارة العددية هو 8 إذاً ثلاثة زائد خمسة يساوي ثمانية هذه عبارة صحيحة اذن هنا نقول أن هذه المعادلة هي معادلة صحيحة إذا عندما يكون ناتج التعبير العددي صحيح نقول حينئذ أن المعادلة صحيحة تسعة ناقص أربعة يساوي ثلاثة تسعة ناقص أربعة ناتج هذه العبارة العددية يساوي خمسة وليس ثلاثة إذا هذه العبارة خطأ، وبالتالي نقول أن هذه المعادلة خاطئة. انتبهوا إلى هذا المثال: 3x يساوي 15، 3x يساوي 15، هل هذه عبارة صحيحة أم خاطئة؟ انتبهوا هنا: x هنا نسميه متغير، وقلنا سابقا أن المتغير نعم يأخذ قيمة عدد ما. اذا نستطيع التعويض باي عدد كان هنا ليحل مكان المتغير اكس اذا اعزائي الطلاب لو عوضنا عن قيمه اكس بالقيمه مثلا العدد 5 3 ضرب 5 يساوي 15 خمسة وهذه هي عباره صحيحه وبالتالي هنا تكون المعادله صحيحه ولكن اعزائي الطلاب لو قمنا بالتعويض عن اكس بالعدد 4 مثلا إذا سيصبح 3 ضرب 4 يساوي 12، لاحظوا هنا أن العبارة تكون خطأ، إذا هذه العبارة تكون صحيحة عندما x تساوي 5. إذا هنا المعادلة صحيحة عندما x تساوي 5. إذا أعزائي الطلاب، المعادلة التي تشمل متغيرًا من الممكن أن تكون صحيحة وأيضا من الممكن أن تكون خاطئة كما رأينا في المثال السابق الآن هل المعادلات التالية صحيحة لقيم المتغير المعطى؟ المعادلة الأولى B زائد 8 يساوي 17 حيث B تساوي 9 إذا سنرى هذه المعادلة هل هي صحيحة أم خطأ وذلك إذا عرفنا قيمة B والذي يساوي 9، إذا سنعوض عن ب بقيمتها وهي 9، إذا 9 زائد 8 يساوي 17 وهذه عبارة صحيحة وبالتالي المعادلة صحيحة. معادلة أخرى 25 ناقص أم يساوي 10، 25 ناقص أم يساوي 10، حيث ام تساوي 5، أيضاً سنعوض عن قيمة ام والتي تساوي 5 في المعادلة، إذاً هنا ام سنعوض عنها ب 5، يصبح لدينا 25 ناقص 5 ويساوي 10. إذاً 25 ناقص 5 تساوي 10، طبعاً هذه عبارة خطأ لأن 25 ناقص 5 تساوي 20. وليس 10 إذن هذه عبارة خطأ وبالتالي تكون المعادلة خطأ. معادلة أخرى 9x تساوي 24 حيث x تساوي 2، 9x تساوي 24 و x هنا تساوي 2، بداية سنعوض عن قيمة x بالعدد 2 وهو معطى إذن تصبح لدينا 9 ضرب 2 ويساوي 24، هل هذه عبارة صحيحة أم خاطئة؟ لنرى، 9 ضرب 2 يساوي 18، بينما الناتج هنا 24، بالطبع هذه عبارة خاطئة، وبالتالي نقول أن المعادلة خاطئة. 36 على ان يساوي 12 حيث ان هنا تساوي 3 مره اخرى 36 على ان تساوي 12 وان تساوي 3 ايضا سنعوض عن ان بقيمتها وهي 3 يصبح لدينا 36 تقسيم 3 يساوي 12 هل هذه العباره صحيحه نعم لأن 36 تقسيم 3 يساوي 12 هذا صحيح وبالتالي المعادلة صحيحة. بهذا أعزائي الطلاب نكون قد تعرفنا على المعادلة وحددنا إذا كانت المعادلة صحيحة أم خاطئة. الآن سنرى كيفية حل المعادلة ولكن بعد الفاصل. أهلاً بكم أعزائي الطلاب من جديد في الجزء الثالث والأخير من درس اليوم لنرى كيفية حل المعادلة. سنرى كيفية حل المعادلة من خلال هذا النشاط. صندوق يحتوي على عدد إكس من الكرات أضيف إلى الصندوق ثلاث كرات فأصبح فيه تسع كرات، أوجد عدد الكرات التي كانت في الصندوق مرة أخرى الصندوق يحتوي على عدد مجهول من الكرات سنرمز له بالرمز اكس اضفنا الى الصندوق ثلاث كرات ليصبح فيها تسع كرات المطلوب ايجاد عدد الكرات التي كانت في الصندوق اي ايجاد قيمه اكس انتبهوا معي اعزائي الطلاب هذا هو الصندوق وبه عدد مجهول من الكرات وهو اكس أضفنا إلى هذا الصندوق ثلاث كرات، هذه هي ثلاث كرات. سنعبّر عن هذا الصندوق وما قمنا بفعله بهذه العبارة الجبرية: X زائد ثلاثة يساوي تسعة. عدد الكرات في الصندوق أضفنا عليها ثلاثة، ليصبح عدد الكرات تسعة، إذاً إكس زائد 3 يساوي 9، والمطلوب هو قيمة إكس. إذا ما هو العدد الذي إذا أضفناه للعدد 3 كان الناتج 9؟ نعم إنه العدد 6. إذا 6 زائد 3 يساوي 9، إذا انظروا إلى الصندوق.. إذا كان فيه ست كرات وأضفنا إليه ثلاثة، بالفعل سيكون لدينا تسع كرات، إذا هنا x ستكون تساوي ستة، إذا x تساوي ستة، أحباء الطلاب هذا هو حل المعادلة وهو إيجاد قيمة المجهول أو المتغير x، إذا مرة أخرى حل المعادلة هو إيجاد قيمة المتغير.. التي تجعل المعادلة صحيحة، إليكم هذا التدريب، حل المعادلات الآتية: إكس زائد 6 تساوي 28، إكس زائد 6 تساوي 28، ما قيمة إكس التي تجعل هذه المعادلة صحيحة؟ إذا سنقول ما هو العدد الذي إذا أضفناه إلى العدد 6 يكون الناتج 28؟ نعم أحباء الطلاب نعم إنه العدد 22 وهذا هو حل المعادلة إذا قيمة X هنا تساوي 22 فلو عوضنا في المعادلة الأولى 22 زائد 6 تساوي 28 هذه معادلة صحيحة المعادلة الثانية X ناقص 3 يساوي 27 X ناقص 3 يساوي 27 أيضا نريد معرفة قيمة X إذا ما هو العدد الذي إذا طرحنا منه ثلاثة كان الناتج سبعة وعشرين؟ إذا كم ناقص ثلاثة يساوي سبعة وعشرين؟ نعم أعزائي الطلاب العدد ثلاثين. ثلاثين ناقص ثلاثة يساوي سبعة وعشرين هذه معادلة صحيحة وبالتالي هنا قيمة إكس تساوي ثلاثين التي تجعل المعادلة x ناقص 3 يساوي 27 معادلة صحيحة. الآن 9x تساوي 45، انتبهوا معي جيداً، تسعة مضروبة في x تسعة 9x تساوي 45، والمطلوب هو حل المعادلة أو إيجاد قيمة x التي تجعل هذه العبارة أو هذه المعادلة صحيحة، إذاً سنقول ما هو العدد.. الذي إذا ضربناه في تسعة كان الناتج خمسة وأربعين مرة أخرى ما هو العدد الذي إذا ضرب في تسعة كان الناتج خمسة وأربعين أحسنتم أعزائي الطلاب هو العدد خمسة وبالتالي هنا قيمة X تساوي خمسة هذا هو حل المعادلة أو قيمة X التي تجعل المعادلة صحيحة X تقسيم خمسة يساوي ثلاثة نريد حل هذه المعادلة إكس تقسيم 5 تساوي 3، أيضاً نريد إيجاد قيمة إكس، قيمة العدد الذي يحل مكان إكس، إذا ما هو العدد الذي إذا قسم على 5 كان الناتج 3، ما هو هذا العدد؟ نعم إنه العدد 15، خمسة 15 عشر. خمسة عشر على 5 تساوي 3 نعم فعلا إنها معادلة صحيحة أو عبارة صحيحة وبالتالي هنا X تساوي 15 هذا هو حل المعادلة X على 5 تساوي 3 2 X زائد 1 يساوي 15 2 X زائد 1 يساوي 15 انتبهوا جيدا أعزائي الطلاب هنا المتغير إكس ولكنه مضروب في 2، ثم أُضيف إليه واحد فكان الناتج 15، بداية سنقول ما هو العدد الذي سيحل مكان 2 إكس؟ أو ما هو العدد الذي إذا أضفنا إليه واحد يكون الناتج 15؟ نعم أعزائي الطلاب إنه العدد 14، هنا 14 أعزائي الطلاب تعبّر عن 2x، إذًا الآن أصبح لدينا 2x تساوي 14، والمطلوب هو حلّ المعادلة أو إيجاد قيمة x، إذًا سنقول هنا: 2 ضرب كم يعطينا الناتج 14، أو ما هو العدد الذي إذا ضربناه في العدد 2، كان الناتج 14؟ نعم ما هو هذا العدد؟ نعم إنه العدد سبعة، إذا هنا سبعة تعبر عن قيمة إكس، وبالتالي إكس تساوي سبعة، هذا هو حل المعادلة 2 إكس زائد واحد يساوي خمسة عشر. ننتقل الآن إلى هذا السؤال، اختر الإجابة الصحيحة فيما يأتي. قيمة المتغير التي تجعل المعادلة 15 ناقص x تساوي 3 صحيحة، ما هو؟ هل هو 5، 12، 10، 18؟ من هذه القيم، ما هي القيمة التي تجعل المعادلة 15 ناقص x تساوي 3 معادلة صحيحة؟ أو بمعنى آخر، ما هو؟ حل هذه المعادلة من هذه القيم، أي منها حل المعادلة؟ 15 ناقص إكس يساوي 3. إذا أعزائي الطلاب سنقوم بتجربة هذه القيم كل على حدة، بداية سنبدأ بالقيمة الأولى وهي 5، سنعوض عنها بدلا من إكس، إذا سيصبح لدينا 15 ناقص 5 يساوي 10، ولكن المعادلة هنا خمسة عشر ناقص إكس تساوي ثلاثة والعشرة لا تساوي ثلاثة وبالتالي هنا العبارة أو المعادلة خطأ إذا هذا الخيار خطأ لنرى الخيار الثاني وهو اثنى عشر سنعوض عن إكس بالعدد 12، عشر خمسة عشر ناقص يساوي ثلاثة نعم أعزائي الطلاب هذه عبارة صحيحة وبالتالي العدد 12 هو قيمة المتغير التي تجعل المعادلة 15 ناقص إكس تساوي 3 صحيحة أو بمعنى آخر هو حل لهذه المعادلة إذا الخيار الصحيح هنا هو 12 حل المعادلة 7 إكس تساوي 7 هل هو 0 14 1 49 أي من هذه القيم هو حل المعادلة أو أي من هذه القيم هو الذي يجعل هذه المعادلة معادلة صحيحة إذا سنقول سبعة ضرب كم يساوي سبعة أو ما هو العدد الذي إذا ضرب في سبعة كان الناتج سبعة نعم أعزائي الطلاب إنه العدد واحد وبالتالي هنا اكس تساوي واحد هو حل معادلة سبعة إكس تساوي إذا أعزائي الطلاب الخيار الصحيح هنا هو العدد واحد إلى هنا أعزائي الطلاب نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم والذي تعرفنا فيها على مفهوم المعادلة وتحديد اذا كانت المعادله صحيحه ام خاطئه وايضا تعرفنا كيفيه حل المعادله الى هنا ينتهي درس اليوم الى ان نلتقي هذه تحياتي ودعواتي لكم بالنجاح والتفوق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته